دايما سكريبت الافضل 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 دائما سكريبت الافضل. صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام وحياكم الله في حلقه جديده من فوكس. محاور كثيره ولا نبغى نطول, نرحب بنقادنا وضيوفنا الدائمين. فهد معيان حياك الله. الله يحييك. الله بالخير يا فهد. صبحك بالنور وصبح على نفسي. منور جدا يا فهد. دائما ولا اتمنى ما حد يخلي المتسابق يعني المشاهدين يكتشفون من بانفسهم. الله يجزيهم الله يسعدك ويطول عمرك. الله يحييك ويطول عمرك. خلينا يكتشفون بس انفسهم. الله يحييك. الله لا يخون. اصبح بنفسي دائما ثم اصبح عليكم, ولا اصبح على المتسابقين ولا اصبح على الجمهور ولا على التغطيات السيئه ولا الاعداد اللي اخرنا ولا عمي شريف ولا كله اللي صيح عليه هنا. سمعته. انا كذلك ارحب بسعيد بن درعان ابو مبارك. حياك الله. مرحبا ابو عبد الله. والله يحييك ويحيي الجميع والمشاهدين من خلف الشاشات ونفسه الطاهره المنبثقه منطلقه. الله يطول. اللي ما ادري وين متوصله لكن نحييها كذلك. لا منور بالابيض. اي ما شاء الله. لا والله الابيض ما شفت شيء. والله الابيض والله ما شفت شيء. بعقرنا يبغى يكويها. طبعا تروني مريتها من عند البيت. هو إيه 18 حادث لين وصلنا القناة. كيف أنت؟ خلني أرحب عبد الله. برجع لأن في ملحوظة مثل ما قال عبد الله. منور. أول خلنا نرحب عبد الله. عبد الله منور. الله يسلمك أبو عبد الله. النور نورك وصباح الخير على الجميع سادة المشاهدين. أنا والله لا يجعلني الله من النادمين. أنت الحين رددت تقول دائما سكريبت الأفضل. أنا والله العظيم بديت أحس بالندم على العبارة هذه في القصيدة. تمنيت ان الشاره هذه جات متاخره يعني. انا اشكرك عبد الله على هذه الكلمات الرائعه جدا جدا. واشكر عبد العزيز العصيمي الذي شال هذه الابيات. صوت جميل عبد العزيز. عندي مطالبه. تفضل. اذا ما طالب فهد من؟ اذا فهد معيان ما طالب من يطالب؟ من ابو الليل يا جماعه الخير مشخصنها معي. وانا ما انا يا اخواني يا جماعتي يا قناه الواقع الفضائيه الجميله يا طاقم الواقع الفضائي ليش تشخصونها معي؟ يعني ما هم معقول اني متمشكل مع 24 شخص. توي اول وحيد اللي صلحت مع سعود. امس تمشكلت مع سعد وتمشكلت مع زياد وناصر وحلجي ميدي تمشكل معه وشريف الحين. ابو الليل ليش تشخصنها معي؟ تحط هيل في الشاهي. هيل يا ظالم. يمكن توصيه من زياد. هيل يا ظالم في الشاهي. الناس الهيل في القهوه ويصفونه بعد ايش تحط لي هيل في الشاهي. هذا انا مستهدف في هذه القناه واتوقع ان الجميع يعانيني. لكن انا باقي وثابت وهم المتحركون. تتوقع زياد مسويها موصي؟ نعم نعم اتوقع اللي سافر وخلانا. سعيد كيف تجرأت وركبت مع معيان وجيت معه؟ والله وقدم لي عرض لكن العرض هذا بغى يظهر عرض انطر. يعني 18 حادث محققه من غير المحاولات. اللي عنده محاولات وعنده محاولة حادث وعنده حادث محقق. يا أخي سبحان الله العظيم. هو لما يسوق هو يمشي بدعوات الوالدين. والله لولا أمه وأبوه والله والله أنا مدعو له دعاء لا إله إلا الله. يعني يمشي هو في مخيلته أن الطريق له الحالة ما معه أحد, ما في ناس طالعين يقضون مشاوير الله. يعني في أي لحظة يمكن يوقف نص الخط يكتب رسالة في أي لحظة. هو يقرب الجوال أكثر من كذا يا ولد. ويقعد يقول ليه تجيني مخالفة يا أخي جوال؟ ليش تجيني مخالفة جوال؟ والله لو أني أنا لا اسحب الجوال واسحب سيارته. هل والله هل اخواتك فهد تصنف ثنائيه؟ ثنائيه إيه؟ اذا سويت انا وسعيد درعان ثنائيه فدروا انها اسوء. بغيت اقول كلمه وزشينه. اسوء ثنائيه على وجه الارض. انا اول مره لان ثنائيه انا ايش تيمون وبومبا ما لا, لا تشام لا يعني العقول الفرق انا فوق وهو تحت. لا تسام ما تنفع. انا رشيق وهو متين. لا في فوق وتحت. نعم انا عاقل وهو غبي. لا في قاسم مشترك. صل على رسول الله. لحق الرد. صل على رسول الله. أعدكم بكرة في فوكس وأمام الجمهور إن أرسل لك مقطع له وينضرب ويعرض على الشاشة. هل تجرؤ؟ أنا وعدت وعد شرف وننفذه. ان ارسل والله ما قدمك لي. انا اقدم شكوى على سعيد العان امام الشاشات. سعيد العان ضربني بالاستراحه هو فهد قضيف امس الله لا يسامح. مصور؟ مصور. انا انتظر المقطع ونعرضه. وعد يا مشاهدينا الكرام نعرض بكره. لا ما يصح. انتظروا غدا مقطع ضرب فهد معيان على يد سعيد وفهد. انا متحمس جدا. طيب خلوا الضرب على جنب وخلوا السوالف على جنب. الى الوقحين على ارض هذا الكوكب, الى الفارغه عقولهم, الى من اقتص جزء من وقته حتى ينكد على الآخرين. يا أخي أنا ودي أدخل في عقول هؤلاء. يعني أحيانا بعضهم يتعنى ويتصل ويأخذ جواله ويدق عشان يذب ذبة سامجة ولا يتكلم بوقاحة وقلة أدب, وآخر
يفتح حساب في السوشيال ميديا ايا كان هذا الحساب عشان يتنمر على خلق الله. يا رجل وين المتعه؟ وين المتعه في الموضوع انك تتهجم على احد او تنتقص من احد؟ انت شايف نفسك؟ اقسم بالله انت لا شيء. مجرد صعودك على الاخرين او تنمرك عليهم، او ليس تنمر لانك انت لا شيء، او حديثك عنهم او خطاك عليهم سواء باتصال او نتكلم الان على مجال الاعلام او الظهور، انت لا تؤثر على احد عموما. يعني لا تأثيرك على نفسك فقط وذنوبك على نفسك، بل لا أحد يراك. أنا ألاحظ منتشرة سالفة حتى في تويتر في تيك توك، يعني يفتح حساب وأنا الطقطوقي الذي أنكت على الناس وأنكت على اللي في الشاشة، وجبال من السيئات ستجدها أمامك غدا في انتظارك، فهل أنت قادر على أن تقابل هذه السيئات والجبال؟ كما أننا نحيي عبد الله الثريدي على تعامله اللبق الجميل، كان احترافي جدا أمانة. التعامل الاحترافي اللي سواه عبد الله الثريدي اليوم في المطبخ هذا المأمول منه. نجح عبد الله الثريدي في اختبار قد يفشل فيه الكثير من المذيعين. أعتذر باسمي واسم الأرض كلها لعبد الله الثريدي. ما درى عبد الله، أنا متأكد على الحمق والغباء اللي صار اليوم من هذا المتصل الأرعن الذي لا يمثل إلا نفسه. تسمح لي أبو عبد الله؟ تفضل. أنا كنت والله حريص على هالنقطة تحديدا لأنها فائدة للجميع. بالنسبة لل وشاء الله تعالى سبحانه يقول وإنك لعلى خلق عظيم، مقصود فيه النبي صلى الله عليه وسلم. مفسر أحد المفسرين كلمة خلق عظيم أي أدب عظيم، يجب الإنسان يتحلى بالأدب. يا أخي أنت الله ساترك بتفاصيلك، تيجي قدام الناس وتعرض عقليتك وتعرض أخطائك، ما يصير. أنا عبد الله فريدي شهادتي في مجروحة، ولكن عندي نصيحة للتعامل مع المواقف المحرجة: عدم التركيز مع الموقف وعدم التبرير وتغيير الموضوع وعدم إظهار التأثر. هذه فائدة لنا جميعا، وهذا ما فعله عبد الله اليوم باحترافية وتلقائية. يعني عبد الله أعتقد يمكن برنامج النقد السابق كان له دور، يعني ولا سم برامج النقد لها دور. أي برامج نقد؟ اي برامج؟ انا ما اعرف غير انتم يا ربي، ولا اعرف غير فوكس. لا بالمناسبه، وانا بسال سعيد، هذا دور برامج النقد في برامج الواقع، وخلينا نعترف اعتراف. برامج النقد هي 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 ملخص او خلينا نقول حدث مصغر لما سيواجه الاعلامي بكره من خلينا نقول هجوم غير مبرر من ناس اختبار قياس. يعني الان هجوم متعمد، او خلينا نقول فوكس متعمد، حتى يتحكموا او ينضبطوا في ردود فعلهم، حتى يتحملوا. مع الوقت سيتعلم أن الإعلام سيجد من يتهمه بلا سبب، وسيجد من يهاجمك بلا سبب، وستجد من يتبلى عليك بلا سبب. سعيد؟ والله شوف، أنا اليوم أشكر عبد الله الفريدي موقفه وبروده، وهذا دل على رزانة الرجل، وأنها جبل ما يهزها ريح. ولكن أنا رسالة أوجهها للآباء والأمهات وأولياء الأمور: اسحبوا الجوالات من الأطفال، أطفال غير مدركين، اسحبوا الجوالات منهم، لأن هذا التصرف تصرف طفولي وغير مبرر، ولكن تجد في القوم المتردية والنطيحة. يضحك هذا التصرف؟ يضحك؟ لا والله، على ما قال أبو محمد الله يحفظه، مع أني مختلف معه في بعض وجهات النظر إذا ما بكلها، تصرف أرعن. أفضل، يعني أفضل وصف أنه تصرف أرعن. عاجل تضبط الأمور هذه. يعني عموما هم كثر، وكان في مطالبات كثيرة بمنع الاتصالات. احنا هناك كثير ناس محترمين، وناس بل الغالبية بل 99% لن نمنع شيء من أجل 1% من الشرذمة. من اتصل يمثل نفسه، يمثل تربيته، يمثل اسمه، وفي الأخير كل يعكس تربية والده عليه. طبعا احنا في فقرات النقد يا ابو عبد الله، عشان الناس ما يقولون علموا انفسكم وزي كذا، احنا في فقرة النقد نعتمد على 3 أمور. الأمر الأول هو الثناء على من يستحق الثناء. الأمر الثاني هو النقد البناء في حال أحد المقدمين أو أحد المتسابقين عمل عمل جيد ولكنه حصل في خلل، فنحن ننقد هذا الخلل نقدا بناء ونعطيه حلول. الأمر الثالث التقريع والنقد الهدام. إذا صار هبد أو صارت أمور سامجة أو تفاهة، لابد أن نقمعها بيد من حديد. نعم. ولن نرحم المتسابق ولا المقدم، وسوف نتنمر عليه حتى يبطلها ويبطل هذا الهبد. وأيضا هي خلنا نقول دورات تدريبية للتحمل. ما نقدمها الآن يعتبر دورة تدريبية للمتسابقين أو الإعلاميين المستقبل وممثلي المستقبل. لا نريد أن نطيف المحور، خلنا نشوف إحصائيات اليوم اللي كان مش مرة على قولتهم. خلنا نشوف الإحصائيات ونرجع لكم.
هذه إحصائيات حضور الصلوات. صلاة الفجر كان الحضور جيد، الغدوة كان أيضا ممتاز، صلاة الظهر غياب جماعي، صلاة المغرب أو العصر، الظهر ما حطوها الشباب، صلاة العصر غياب جماعي، صلاة المغرب في غياب عالي، صلاة وعطاء كان في غياب أيضا لخمسة أشخاص، صلاة العشاء ستة، فور كومبارس حضور للمتسابقين الأربعة. نشوف الإحصائيات معكم. إحصائيات فوكس، هذه إحصائيات خاصة بالفقرة، ساعة البث كانت 13 ساعة، عدد الفقرات 4، 18 شيلة وست قصائد، وكان هناك 8 سوالف و 46 مخالفة. تقييم اليوم من المقدمين 74%. مرات دخول غرفة التواصل مرة واحدة، نجم اليوم عبد الله الشهراني وسلطان الهميلي يستاهلون. بالمناسبة خلنا قبل نروح الإحصائيات، بعض الناس يقول ليش تقولون السوالف والقصائد وغيره فاضين؟ إحنا فاضين في الفقرة، لا نفوت أي صغيرة ولا كبيرة، متابعين بدقة يا فهد. نعم، تفاصيل التفاصيل التفاصيل ونعرضها. نعم أحسنت. الأمانة الأمانة أني أشوف الشباب يعني أمس واليوم إن أكثر من مرة طلعت اللوكيشنات فاضية على الشاشة، الريتم بدأ ينزل في دروب في الوقت الغلط، المشاهدات والتفاعل الناس يرتفع والشباب نازل غلط. المفروض المسألة تكون طردية، تكون المسألة تصاعدية. يعني ما شاء الله تبارك الله، ممكن أبو عبد الله إذا مرة واحدة من الحين جينا الموضوع تعرض لنا الأرقام اللي حصيناها اليوم. بجيب الأرقام بس خلنا نكمل. الأرقام اللي حصيناها اليوم أبو عبد الله أرقام مليونية عالية جدا عالية. يعني في تقريبا في 16 يوم زدنا رقم عالي في مشاهدات اليوتيوب، في 16 يوم تاج البرنامج في التيك توك رقم مليوني كبير، يعني ايش عاد لو كملنا البرنامج. الريتم نازل ليش؟ انا 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 اعذر الشباب انهم قد يمرون بضغوط، قد يتعبون الحر، لكن مو كويس انه ينزل رتمك بهذا الشكل. فلذلك اتمنى من الشباب يتحركون. يا جماعه الخير تراكم نسخه متفرده، ترى الناس حبتكم فعلا، انا ما اكذب، اهنيك يا فهد على هذه النقطه. حبتكم فعلا، الناس حب النسخه، الناس حب النسخه بشكل غير طبيعي، النسخه مقبوله يا اخي، حرام تضيعون هذه فرص منكم. ست قصائد فقط في يوم كامل، عدد كافي سعيد؟ لا والله ما بعدد كافي. احنا عندنا مشكله، احنا كنا نتناقش قبل الهواء، نتناقش في مساله القصائد، الى الان لم نسمع ولم يسمع الجمهور شيء يصل الى الذائقه، ولا في شيء جديد، ولا في شيء جديد. يعني الشعار كأنهم ضمنوا مقاعدهم في البرنامج ولجموا، ضمنوا مقاعدهم ثم لجموا. وهذه ترى مسألة ما هي بطيب. يعني أنت الآن يمكنك في أي لحظة تغادر البرنامج، لكن أبرز موهبتك، مكنونك ومخزونك اللي عندك أظهرة. ولكن أنا أتوقع في بعد في الإحصائيات حنا شفنا في الرقم 46 مخالفة في اليوم، ترى رقم يخوف، يعني رقم في تصاعد. أنا أتوقع بل أجزم وأؤكد أن هناك في مشاكل بين الشباب حتى لو لم تظهر على الشاشة، نزول الرتم وبعض الشباب ما أعطى اللي عنده، والتقاطعات والمخالفات اللي حاصلة، الشباب فيه مشكلة. مع أن أبو محمد قال كلمة جدا يعني واقعية، الجمهور حب هذه النسخة والنسخة مميزة، ولكن الشباب ما هم قاعدين يضبطون الأدوار فيما بينهم، مثل السمك عايشين الكبير ياكل الصغير. فعلا اللي له سلطه، ما لحد هنا سلطه نهائيا من المتسابقين، كلهم سواسيه في برنامج وتحت اداره وتحت فقرات ومنظمين. لكن انا اشوف ان ما زلنا نشتكي من قضيه التسلط ولا زالت مستمره، وستؤثر على بعض الشباب في عدم اخذ الفرص لهم. عبد الله، ابو عبد الله سامعين الشباب فهموا تقاطع اصوات خطا، تركوا السوالف وتركوا المايكات. اليوم انا تابع العصريه، بدت باثنين وانتهت العصرية على صلاة المغرب بعشرة أشخاص، ومنهم ثلاثة من المطبخ. طبعا أنا أحيي عبد الله الشلهيب، لأن من الناس اللي ملاحظ عليهم أن العصريات كلها ما تفوته. فالشباب الظاهر فهموا التقاطع خطأ والسوالف خطأ، تناجلوا عنها كلها، مايكاته على سوالفه على جلساته، هذا خطأ يا إخوان، خطأ. وبعدين يعني الفترة هذه فترة العصر هي الفترة الحرة لك كمتسابق، والناس كلها تتابعك، فلا تضيع. طيب عبد الله اشكرك واشكر النقاد امتداد كلامهم. يا حبايبي هذا كلام المتسابقين، انتم نسخه جباره، وانا اعترف بهذا الاعتراف على مضض ولا اريد ان اقوله، لكن
أما وأن الوقت حان، استغلوا أنكم جذبتوا الناس بأسلوبكم الجميل، بجلساتكم الحلوة اللي جميعاً صراحة نستمتع فيها. حابين جداً جمعاتكم، حابين سوالفكم. صح هناك بعض الملاحظات أو بعض الأمور اللي خلنا نقول الآن ليس مجال ذكرها في بداية الحلقة، لكن تأكدوا بل أجزم أن في نهاية الحلقة لابد أن نتطرق إليها. مثل ما ذكر فهد أن فقرات النقد عبارة عن ثلاث أمور، هذا الأمر منها. أنتم نسخة مميزة جداً جداً جداً. الإدارة وفقت في اختيارات الأسماء، وأنتم كنتوا على مستوى الحدث خلال 15 يوم سابقة. نزول الرتم مرة مو بحلو، لا لكم ولا لمن أحبكم ولا لمن كان ينتظركم. في اليوتيوب بس العصر عبد الله، في اليوتيوب خلنا نقول أرقام للمتسابقين، أنتم قاعدين تصنعون أرقام يا حبايبي المتسابقين. حطوا لي الكاميرا عليهم إذا أمكن يا أباظة، خلنا نسولف معهم وهم نتكلم على الأرقام. إذا تقدرون، لأني أنا مشتاق لهم صراحة. طيب في اليوتيوب يا شباب، الأرقام اليوتيوبية من بداية سكريبت إلى اليوم سكريبت 15 تقريبا بمعدل 1.5 مليون مشاهدة يوميا. أنا ما أقول عدد مرات الظهور، لكن مشاهدة، عدد من يشاهدكم يوميا في اليوتيوب 1.5 مليون. هذا رقم كبير وتستحقونه، تستحقونه أمانة. وهذا الرقم يا حبايبي هو مسؤولية، مسؤولية يجب أن تعوها جيدا. عدد مشاهداتكم في التيك توك على تاج واحد فقط، تاجات أسماءكم ترى حققت أرقام مليونية، كل شخص باسمه. أنا أتكلم عن تاج واحد فقط اللي هو سكريبت فقط، بدون قناة الواقع، بدون مسميات الفقرات، بدون مسمياتكم. 283 مليون مشاهدة، رقم كبير جدا، تستحقون هذه الأرقام. أنا والله أريد أن أتغنى بهذه المستوى. أنا فاتح اسم أحد المتسابقين من غير ذكر اسمه في التيك توك. أنا أشوف أنه من المتوسط، من المتوسطين، مش من المشهورين قبل، مش من المشاهير، ولا من المتوسطين، حتى ذرتهم من المتوسطين. مشاهدات التاج حقه في التيك توك 17 مليون، هذا المتوسط. 17 مليون مشاهدة لتاجك في التيك توك، وهو متوسط في الأداء. هذا متوسط في الأداء. هذه أرقام يا إخواني تستحق إنك تهتم فيها. يعني الميت 5 مليون 6 مليون. يا إخواني اطلعوا بحاجة مفيدة. والله برنامج جميل. اطلعوا بحاجة مفيدة، اطلعوا بحاجة مسلية. التقاطعات اللي تصير بينكم بكثرة وبتعمد، ما يا حمادة يا ثامر مدعث يا جماعة الخير، ما هي بحلوة، ما هي بحلوة المنظرك، ما هي بحلوة صورتك. اكمل السالفة كاملة، المزح وقت مزح، السالفة وقت أعطها حقها. نسخة مميزة، إياني وإي إحنا الآن من هذا المنبر نجعل على عاتقكم المسؤولية، الجمهور يجعل على عاتقكم مسؤولية جمالية هذه النسخة. سأل الله تعالى لكم التوفيق. يا شباب بالفعل يعني أنتم نسخة، كرروها شباب، والله العظيم أننا مستمتعين بما تقدمونه. أنا بعترف بعد اعتراف ثاني، أنا من عشاق أناشيدكم الجماعية، جلساتكم الجماعية هذه اللي تنشدون فيها أنا أضيع فيها. أطلب طلب، نبغى الآن يعطيهم المايك ويعطونا كيف خليتني عقب الجماعة الوحيد. يلا كيف خليتنا عقب الجماعة الوحيد، وحنا بنشلها معكم يا شباب. يلا افتحوا المايكات لهم، هدوا. يلا يا شباب، لا القطوع المواصل. يلا اللي تبغى. واحد اثنين ثلاثة. كيف خليتني عقب الجماعة أقف. والله يستحقون أن أقف لهم أمانة، يستحقون. شباب إحنا مؤملين فيكم الخير، مؤملين فيكم كثير، رغم الملاحظات اللي بنذكرها اليوم. لا تعتقدوا أن هذا الكلام أن ما... لا بننتقد، بنتكلم. أنا من دلعون دلحين، خلحن سوي بحان سعود. نبشت الماضي أنا متغير. والله محمد عبد الله نبشت الماضي. أبو عبد الله
والله نحن مدحناهم واجد. والله والله نحن مدحناهم واجد. طيب والحين شوف في اعمارنا فرق. شوف شوف دام الجو كذا جميل، ابغى الاخوه اللي في فور كومبارس الموجودين في غرفتكم فور كومبارس. حرام سولفنا مع الشباب لهم حق، حسين وعبد الله من نجوم البرنامج، اذا امكن يا اباضه ان ناخذ انسرت عليهم ونسولف معهم اذا هم جاهزين. جاهزين يا اخي منعنا منهم ذول اللي في اللي ترى الاربيز مو شغال. ها بالله منعنا منهم، مش ابغاهم هذا. لا لا فور كومبارس ما احتاج، هو كومبارس انا محتاجه. طيب لا انا ابغاهم الكومبارس. الوليد قشران فكنا منهم الكومبارس. والله يا شوف انا اقولها بالفم المليء، الكومبارس للكومبارس، فلذلك اتركني يا اخي. بس مهما كان ابغى انت تطمن عليهم صحتهم، تقهوه وشربوا شاي. والله نسحب فيها فيها فيها, فيها كومبارسيه كثيرين. نعم جدا. نعم نعم. حتى يوم الشباب يشلون قبل شوي الشله في اثنين هذا ينططوا ورا كومبارس كومبارسيه يعني هم يعترفون ان فيه كومبارسيه في النسخه. هم متوزعين ادوار الجمع كذا صح كومبارسيه. والله يا اخي فهد هم متوزعين الجمع صح يا ابو محمد متوزعين. طيب الشباب جاهزين؟ الشباب احد يكلمنا. طيب نايمين. عبد الله ابوي عبد الله حسين يا حسين يا حسين. عندهم سبيكر ما عندهم حسين يا حسين سبيكر عندهم عندهم سبيكر. حسين يا حسين ما عندهم حسين يا ابوي. طيب وين عبد الله طالع؟ لا في 10000. انا ترى ما رحت. لا 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 تو يدخل تو يدخل في سال تو يدخل. اوه هذا من هو؟ عبد الله عبد الله عبد الله ما يدري ترى الان ما يسمعني. انجن 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 لحظه انجن عبد الله انجن انجن. طيب يعني في واحد داخل ولا لا؟ لا ما اتوقع انه راح دورت مياه لاني دخل جيت قبل شيء جيت عندهم قبل شيء يطلبون دورت مياه للامانه. ممكن ممكن ايه. طيب عموما راح يكون للشباب في بعد شوي لم تنتهي فور كومبارس، لا زال في جزء اخر بعد الحلقه في امكانيه انهم يطلعون. طيب يعطيكم العافية. خلونا نشوف يا شباب اليوم كان في غياب كبير أو من الشباب عن الفقرات لدرجة أن جت الساعة 8 وهذا الحين امتداد على كلامنا قبل شوي الريتم النازل. الساعة 8:30 في 5 متسابقين ما لبسوا المايكات. صورة جاهزة مايكاتهم موجودة والشباب يغطون في سبات عميق. هذه المايكات حقتهم اللي هم أتأكد من الأسماء الآن 28 و30 و25 و26 لا الأسماء لا أن كل المايك طبعا رقم 25 لمتسابق لنهاية البرنامج. أنا عارف عزيز بسام ضاحي وعايض وأحمد رحيل. طبعا السادس احتياط مو الأحد. هذولي الخمسة اي واحد اعد الاسماء يا ابو عبد الله. عزيز عزيز وبسام وضاحي واحمد رحيم. انا عندي وجهه الساعه 8:30 ضاحي ضاحي بالنسبه لضاحي ما دخلوا. بالنسبه لضاحي ما يحتاج يلبس مايك يعني ما لبس مايك ولا ما لبس مايك كله واحد يعني ما يحتاج مايك. ما ادري لا سولف اليوم لا لا والله سولف مع عبد الله شلهيب بالغلط ترى. لا جلسوا تحسوا مستحيل من بعض. عرفت اللي جلست مع واحد ما تمون عليه ايه؟ ها شو تسولفون فيه؟ قال ما جاء مطر. كلها في حايل يجينا مطر. لا انشد على الحفره الباطن بعد. قال لا الحفر هذا تالي يوم جاء هم الان في شخص ثالث جاء كسر الرتب. ليش انا ليش دقيقه انا ليش تفشلت نيابه عنهم؟ تفضل. والله صدق شفت اللي جلسوا مع بعض مستحيل. انا جلست معك سعيد انا مامون عليك شو ندور سالفه ماشي من ايش هري غثراتك يا سعود يا سعود تو تعرفون على الله انك عاقبتني بهذا كل شيء. انا ايش اسوي والله انك عاقبتني تمدد يا ابن الحلال. ما عرفت اجلس يا اخي. عرفت والله ما عرفت اجلس. طيب ايش رايك في الغياب سعيد؟ الساعة 8:30 ما طلع هواء. تدري تدري البث يبدا الساعة 4. تدري ايش؟ شباب ما يلوم. ليه؟ لأنه ما جاهم عقوبة. ايش؟ ما جاهم عقوبة. تمادوا. كله خصومات. لا 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 خلي الرصيد خفي. يا أخي لأن الخفي ما يدري يعني قلت اقعدوا على اسمه خفي. تمادوا في الغيابات لأن ما وقع هناك قرار أو دخول من أبو سلطان للتفاهم معهم في حول هذا الموضوع. يعني كنا نشكي من غيابات صلاة، الآن قد غيابات فقرات، الآن غياب عن البث 5 مايكات ما إلى الساعة 8:30 ونص ما طرى لهم ولا سألوا عنها، دليلهم إيش؟ نايمين. متخيل أن البث ينقطع الساعة 6 الصباح ويبدأ البث للمتسابقين من الساعة 4 عصراً. طيب الحين فهد الساعة 8:30 يعني من 4 العصر إلى يعني 4 ساعات من بداية البث ما لبس المايك.
المفروض ان ذولا برايم بلا استثناء. يرقد وانا اقول استبعاد يختارون يسوون قرعه ويطلعوه فعلا يرقد 11 يسبح يرقد 11 ويا ليت الاستبعاد يكون لاحمد رحيم. الساعه كم ناموا؟ يعني الساعه 8 ونص ما ينامون. دليل نومهم هذا انهم ما ينامون. حتى لو ما نام يا اخي ما هو ذنبي انا في القناه. انا مو بدم. لا لا سؤال يعني لا لا المفروض انت تنام. اروح انيم اروح انومه يا اخي نام الساعه 8 لو نام 8 واذا ما نام 10 واذا ما نام يصحى 6 ابو عبد الله تبغى حصريه؟ انا جاي. ايه في جوالين في المتجر مع مع ما قد عرفت في جوالي وصدقني ما ينتهي الاسبوع هذا الا هو محضره معك هنا باذن الله ان شاء الله انا معك والله ابو معين اثق فيه مثل ما اثق في السعيد. الجوالات احنا خالصين منها ان فيه جوالات في المنتجر فيه لكن لان فيه ناس عندهم على البركه على النيه يجيك مطفي النور مدرعم وجاي وبث العلم فك السالفه مثل النايف اوه نواف وغير نواف نايف بعد. نايف اللي يقول شفته في الحلم اي شفته في الحلم سبحان الله العظيم التصريف متى رقدت انت عشان تشوف الحلم يا اخي اذا تعلمت متى نمت عشان تقول حلم لكن عاهدكم لا. بالله اني لا امسك جوال ابزيدك انا لاني كنت معهم يوم وقعوا العقود انه طبق ما في العقد بحذافيره لا امسك مع واحد جوا ازيدك انا من الشعر بيني معكم من المنتظر في واحد يقول انا متى تبي البث متى تبي اي ساعه وشو يتشاورون في توزيع في جدول في واحد بدون ذكر اسمه ويعرف نفسه يشاور خوي يقول متى تبي الساعه كم له مقطع الصبح يقول الساعه كم تبي فبينهم توزيع وجدول يقول انا ضبطك ادخل مثل ذاك اللي كان ياجل الجوالات في نسختكم تذكره ما اذكره اللي كان مع دفتر ويأجل الساعه ب 25 ريال نصفكم طلع مديونين والله رجال هذا والله انا بشتغل ابو عبد الله والله في تأجيل ابو عبد الله اللي مستغرب حقيقه غيابه اليوم بسام يعني ما هي بعوايد ابو عبد الله احنا عندنا مطالبه النوم وعندنا مطالبه نتمنى انها تلبى يعني احنا نطالب من ابو عبد الله دام من ابو سلطان دام الخمسه دول غايبين عن البث يسالون اذا كان في مبرر تعبانين مريض فحبوا كرامه اذا كان يعني كذا من على كيفه يعني فالله لا يهينهم خمسة يشرفون في العرض الأخير ونكمل منهم خمسة من داخل طيب لا بالمناسبة ترى ضاحي اسمه ورد بالغلط صححوا لي فريق الإعداد إن اسمه ورد بالغلط مستلم مايك ضاحي ما نلام ما نلام يوم ورد بالغلط والله ما نلام لأنه ما موجود الشباب محمد عيسى لا يخطي عادة محمد عيسى ما نلام إلى الآن ما عرفنا ضاحي محمد عيسى دقيق جدا يعني محمد والله خطا صواب يا أبو عبد الله شفت الموضوع ذا مع ضاحي خطا صواب قلت كذا فعلا لو ركب مايك ولا ما ركب مايك جماعة الخير الفقرة أو البرنامج قائم على المسرح صح؟ نعم كثير من المتسابقين وقبل شوي منهم حسين الوايلي يقول إحنا دخلنا مش ممثلين صح؟ طيب يا حسين وأنا أذكر فهد معيان في المقابلة جلسنا مع حسين الوايلي وكنا نقول هل تستطيع أن تمثل دور؟ إلى درجة أنك أعطيته كاركتر أعطيته كاركتر قال أقدر ولا عندي مان ولا عندي واليوم يقول أنا ماني ممثل طيب يا جماعة الخير إذا أنت ما أنت ممثل الآن في مدرب يجيك يوميا القناة وفرت مدرب يا رجل المدرب يعني متحمس وجايك معطيك طاقة وشخص أكاديمي يعني مش شخص جاي أستاذ خلونا نشوف تفاعل المتسابقين أو تذمر الأستاذ المنذر من المتسابقين ونرجع لكم شباب بس في شغلة قبل ما تطلع نواف في شغلة بقول لكم إياها رجاء أتمنى منكم جميعا عشان وقتي ووقتكم ما يضيع الفاضي ولا أني أقعد أخذ من وقتكم وضيع عليكم أشياء زي كذا نعطي الموضوع حقه لو سمحتوا اللي أقول له معلومة رجاء يهتم فيها ويحترمها شوية ما أبغى أجي أسأل واحد يجي يقول لي والله ما أدري أنا إيش أعطيتني دور لا إحنا ما إحنا جايين نلعب ولا إحنا جايين نستهبل جاي قاعد أضيع وقتي معاكم كذا ما ينفع لازم الوقت هذا نستفيد منه ونستغله حلوين؟ رجاء 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 واضح الليله تبغى تبدا بروفات الليله ابدا طيب روح نواف غير مايكك المدرب جزاه الله خير جاي من بدري موزع الكاركترات على المتسابقين وش مطلوب من كل متسابق يا فهد شرحها في الاخير طفش من المطلوب من كل متسابق احترم نفسك واحترم هذا الاستاذ اللي مفرغ وقته وجاي يعطيك هذه الدورات اللي بتاخذ عليها شهاده عشان تأدي صح واحترم جمهورك اللي يتابعك نقطة أخرى صدق أبغاك تشوف يا سعيد على الشاشة النصوص اللي وزعها المدرب على المتسابقين شوف مصيرها أعطونا توندو يا شباب سعيد شوف مرمية في الأرض لا مبالاة طيب طيب احنا قاعد نقدم لهم دورات عشان ننقذهم من العرض الأخير هذا واحد
الأمر الثاني أن أعرج على النقطة اللي قلت حسين يقول أنا دخلت وأنا ما أعرف التمثيل فهذا ذكرني بعامل جبته عندي في البيت عندي سخانة محروق سلكها قلت صديق هذا خربان سلك كهربائي معلوم أنت قال الله معلوم مرة يا صديق قلت هذا سخانة ما في لمبة عادية قال لا معلوم ويوم جاء وسبك فك الفيش حق السخانة فشبك السالب الموجب فبقدرة قادر مسكها الكهرب شافوا ما هي قاعدة في الهند قلت خلاص الحين أنت معلوم قال لا والله ما في معلوم يعني لين تكتوي ثم تقول إني ما أدري أنت الشباب من بداية الموضوع قالوا لك يا فلان شوف الصورة هذه الصورة شوف الأوراق مرمى طيب إيش النصوص المنذر بيض الله وجهه وما قصر وقاعد يجهز لهم نصوص وقاعد يجهز لهم بروفات ويعني يعني محترق يا رجل محترق عشانهم ما عبد الله أنت وسعيد معلم أنت وسعيد معلم أحمد فهد أستاذ منذر يرسل لي الآن على الواتساب يقول أسعد الله وقتك تكفى كذا والله نصا يقول تكفى قل للمتسابقين يعطوني وجه الرجل محترق الرجل يا جماعة الخير جايكم يبيكم تستفيدون يعني أنا ماني ملزوم في الأخير بعطيك اللي تبي شفت النظام اللي بعطيك الدرس فهمت ما فهمت بضرب الباب لما يجيك واحد يحترق من أجلك هذا اللي بغيت أسألك أنا أنت وسعيد مدرسي يا أخي يحترق بالله الطالب المهمل والطالب المهتم ما هو أنت تعطيه من وقتك زيادة لا والله تقعد معه إليه لكن الطالب مهم فاهم ما فاهم بكيفه الأستاذ منذر يعني أكاديمي جدا يا عبد الله رجل مخلص يأتي ويقدم حتى هو قال أنا ما ودي أدخل إحنا كنا نتكلم عن العرض الأخير كنا نريد أن يكون فيه لوكيشنات يكون قال أنا أبغى أدخل في البداية شوي شوي ونرفع الرتم سويا يعني ما نبغى ننط إلى أعلى الدرج بل نبقى درج درجة درجة كلام منطقي الرجل قاعد يشتغل على المتسابقين بس المتسابقين شوف ولا على بالهم شوف أبو عبد الله أول حاجة الأستاذ منذر الله يعطيه ألف عافية أنا والله شفت فقراتك كلها وانبسطت عليها أول حاجة الفقرة هذه سلاحك أنتم كلكم ما يعني 90% منكم ما هم ملم بالتمثيل والعرض الأخير مرتبط بهالفقرة سواء لو كانت فقرة عامة ما تنفعك في البرايم فأنت مجبر وأدباً أنك تتعامل مع المدرب أو المقدم بكل احترام وتقدير وتلبي طلبات لكن هي من البداية أبو عبد الله ما في ترتيب أنا أذكر عطى ملاحظة في الحلقة اللي قبلها على لبس الثوب وأن يحتاجهم يجون ببدال للأسف اليوم اللي لابسين بدل في الفقرة 3 أو 4 وهذا خطأ وتساهل كبير مسؤولين أنتم عنه يعني صراحة أنا ما أدري شو أقول لكن منذر المطلوب من الشباب يا جماعة الخير احترم نفسك واحترم هذا اللي جاي نعم. بس احترام النفس احترام الشخص اللي جاك بالاستماع له والاهتمام لما يقدم بجيك يا سعيد بس أنا أبغى بهاج في الكونفشن روم أحتاج بهاج في الكونفشن روم تفضل سعيد اسمع عايب شوف عايب أو بهاج لا بهاج لا عايب لا اسمع عايب طيب نشوف سماه أبوه عايب نعم. طيب سماه أبوه عايب ومع بطاقة عايب بهاج في الدينة الموضوع لا بهاج في الدينة الموضوع دليل حركتهم هذه وتسيبهم ما يطلع من أمر واحد فقط إن ما همهم لا جمهورهم ولا الناس اللي قاعدين يتعبون وراهم ورا الشاشات وبعيداً عنا كإدارة وبعيداً عن منذر وبعيداً هذه فقد هي على رؤوس الأشهاد معلنة على رؤوس الأشهاد إن ما عندنا فيكم ولكن والله ما همهم لا جمهورهم اللي ورا الشاشات ولا حتى أهاليهم ولا فكروا في أحد لأن اللي يعطي واضح إنه يعطي اللي يعطي واضح إنه يعطي واللي همه جمهوره واضح ومعروف اللي همه جمهوره أما المتسيب فعلى نفسه لا طلع بكره ولا مه الناس وانتقدناه في الفقرة هنا فلا يلوم إلا نفسه طيب عموماً البقاء سيكون للأقوى واللي محترق أنا لازلت أكرر أنا معجب جداً بإخلاص الأستاذ منذر واهتمامه بفقرته واهتمامه أن المتسابقين يظهرون في أفضل صورة لو ما كان مهتم ما أرسل لو كان مهتم ما مو مهتم كان يأخذ راتبه ويضرب الباب هذا يدل على فشل المتسابقين بين قوسين يعني كيف نحرك فيهم هذه الروح فهد والله ما ادري هل هو فقدان شغف اذا ما جت من ذاتك اذا ما جاء القتال هذا من ذاتك فايش نسوي بك يا اخي والله انا حاجه تضغط متوفر لك كل شيء يا صديقي كل شيء يؤديك الى ان تخرج نجم كويس في مجال التمثيل والمسرح والتقديم جبنا لك مدرب جبنا لك لجنه وجبنا لك عالم جبنا لك الاستاذ سعيد الحارثي يعلم كيف تسوي ومنذر فهد الحيان وخالد الجيري ما قصرنا بشيء ابدا ايش تبغى يعني انت كيف تظهر قدام هالاسماء هذه في العرض الاخير وانت ما تدربت كيف بيكون ظهورك ظهوره نفس ظهور الاسبوع اللي فات اما يقول ظهور يبرز الرجال من بين الرجال ولا غياب يستر عيوبه ويحشم لابته لو انك تدري ما انت بظاهر زي الناس لا تطلع يا اخي
تدين وتدين المسلمين. تفضل. طيب عندنا ملاحظة فنية، الفواصل الطويلة جدا عجبتكم شباب؟ يعني فاصل ما شاء الله يطلع فاصل يقعد 20 دقيقة 15 عادي. وش 20؟ أكثر يا رجال. ويعود المقطع ثلاث مرات. اليومين هذه إيه؟ والله الفواصل هات تسوي جو أكثر من متسبب. تدري شو المشكلة يا أبو عبد الله؟ بس ما يقول لك والله يمكن من النظرة دي ما في مشكلة. والله يا زملاء إن الفواصل تسوي جو اليوم وأمس أكثر من متسبب. تدري شو المشكلة يا أبو عبد الله في الفواصل؟ الفواصل يمكن أمر فني وإحنا ما نعرف تفاصيله، لكن ليش الشارع نفسه تنعاد؟ نوع، حط لنا شيء. يمكن أباظه. الناس خلاص صار والله إني نايم البارح. وفيه اشاره في اذني شغله النوم كله وربك يمكن اباضه يبغى يرجع البث ما لقى حماده ماسك اثنين يضربهم لقى نواف العتيبي نايم بس شيء لقى ضاحي متمدد لا يسولف صدقني لقى ما لقى حد يحط عليه البث ما لقى حد يرجع له ايوه لو ان المتسابقين ممتازين ما احتاج الاستاذ محمد اباضه يلجا فعلا الفواصل الطويله فعلا الفواصل الطويله دليل فشل هذه النسخه الفاشله نعم طيب توزع اللوكيشنات او توزيع اللوكيشنات انا اشوف الشباب لا زالوا يفتقدون كثيرا لمساله التوزيع احنا عجبتنا الجلسات اكيد الجماعيه لكن مش كل اليوم طيب شو من يعني في جلستين كل يوم نفس الجلسه اللي هي الكنب الاصفر اللي برا والبني طيب شو من والله لو مع لسان ويتحاكى الكنب يقول فكوني منكم الله ينشب من انشبني بكم والله اني يكون طيب ليش ما يتوزعون عندهم الحوش في الليل الحوش فيه يقدرون يحطون فيه 100 فكره وفكره والله يحمدون ربهم يا ابو عبد الله ما شاء الله يلمون الشاله ذا انه رافع عنهم الحرج ايش جلسات منوعه واشكال وتقدر تتوزع ثامر البارح جلس وعزيز محمد في لوكيشن لحالهم يمكن فتره طويله لحالهم الاثنين في تنوع في الجلسات بس صراحه اللي يعفي ويغفر ان فيه ناس تعرف تفتح مواضيع يعني وكثرهم صراحه مثل المطر مثل انا قابلت مثل ذاكره ومثل قابلت سلطان الهميلي البارح وش اسمه هو احمد الرحيم لقيت ريحتهم صداع من الكراسي الحديد اللي برا من كثر ما يجلسون عليها ريحتهم صداع قلت هذا غيروا جلسوا هي في بوي والحين قاعد يحليها من ريحه جيتهم ريحتهم صداع غير الحديد اجلس في القاع يا ولد احنا تعبنا والله تعبنا منتجع ما شاء الله تراك فيه الخير على من يوم يصحون على كراسي الحديد يا اخي ما راح المسبح قول انتظرون باص كلهم يطلع من الباب دايركت على الاصفر ذي قدو بني والله انه كان اصفر قدو بني جيب في قد في بقع صدى وتجي عند والله اني اعرف اللي جالس على جلسه الحديد من ريحه الصدى اللي قابلته والله فات بتوزيع اللوكيشنات انا تعبت يا ابو محمد تعبت انا ما اصلا ابو عبد الله النسخه هذه ما فيها احد يسوي جلسه جديده يعني تقدر عندك المزروع ذا الحين يا اخي واجلس ازعجت انا وازعجت الناس هبوا لنا دكه صار على الدكه هذه جاهزه ليش ما يجلسون فيها؟ اسألهم يا فهد ليه ما يسحبون فرشة من الزلقة؟ فرشة على الجيلة أصبر يا جماعة الخير ترى معنا دكة هنا في دكة جديدة خلناك لاني تعبان عليها أنا اهدى قهرتني أنت اهدى في دكة جديدة اسمها دكة سكريبت سواها الأستاذ سعود الله يسعده وجلس يعني ينفخ عليك عشان يمدح جاهد عليها الأستاذ سعود إلى أن يعني ضبطها لها ست أيام ولا قصروا مع الشباب ما حد جلس في هذه الجلسه الا مناصر الحربي يوم تهاوشنا بس ليه ايش يسوي فيها هذا شنو يا اخي سووا لنا تدشين سووا تحركوا يا اخي تحركوا ما يقدروا يسحبون الزل يهبونه طيب فهد انا اوافق سعيد يمكن في اكتئاب يجيهم اذا جوها او فيهم مشكله مع ان هذه الجلسه اطلالتها على المنتجع صراحه انا جلست فيها انفه واخي تفتح النفس انفه والله بعدين يا اخي والله الذي لا اله الا هو كان فنانه يسوي يجيبون مسعود بن شعفول طبعا انا احيي هذا المتسابق المميز الجميل افضل متسابق مر على برامج الواقع لانه يضبط براد الشاي في حياتي ما قلت شفت شاي من الشاهيه فلذلك انا اعترف ان مسعود بن شعفول يهديني كوب شاي بمقابل اني امدحه هذا انا شاهي حماد يزين منه لا والله مسعود بدأ والله انه انا واضح اني اعاني من تبغى تعرف انهم ما يعرفون يقعدون في الجلسات ها. امس نهايه البث قاعدين في النافوره اللي عند الباب الجلسة وراها شوف الجلسة وراها يعني بس لو مشى مترين وصل الجلسة حق سعود راحوا جلسوا في النافورة يبغون يتواجد لازم يخففون هم ما يدرون الان انها جلستي بس وهم والله ما يدرون تروحون اذا علمناهم تروح نافورة هي تروح نافورة هي تدشين ان شاء الله ابو عبد الله بعد ما يخف عددهم في الجلسة اسعد الله انا مشغل المويه وهم جالسي اسعد الله والله ان شاء الله طيب معنا بهاج او عايض الاكلبي في الكونفشن روم حياك الله عايض بهاج عايض طيب خلاص لا تطاعنون عندنا عايض
الاكل بي معنا في الكونفشن روم منورنا عايض ثاني مره صح عايض ارحب حياك الله جزين جزين عايض خليك دايم طالع في الكاميرا عايض ايوه ومنورنا يا اخوي شخصيه حلوه ما شاء الله طيب. 4 في 6 كأنك رايح تصور ارفع صوتك عشان اسمع طيب عايض عايض ولا بهاج كلها الناس احتاروا ضيعوا يا عايض بغاها كلها خلاها كلها لا لا كلها اللي انت ايش تبي لا مو انا اشبي انا ما ابغى انا ابغى اللي يصلح لك يا عايض بوك السماك انت الحين انا هرج سعود ولا فهد معيان تهرج فهد معيان وسعود لا اهرج واحد تهرج عايض تلخبط الاصوات انا ما اسمع انتوا اديتونا بتلخبط الاصوات تلخبط الاصوات ولا شفتوا اعماركم والله يا اذنين انا تعورنا منكم في المجلس اي والله يا عنجد طيب عايض سم عندك مشكله من تداخل اصوات من زملائك لا عشان كذا جاك متلازمة تداخل الأصوات صح؟ الأصوات عندكم والله مهيب عند أخوياي والله طيب عايض الآن أنا أتكلم معك بشكل إعلامي إيش الأفضل لك هل عايض الأكلبي ولا بهاج عشان تمسك الخط والناس تعرفك الناس الحين تايهين هل هو بهاج هل هو عايض التاقات اثنين الحسابات الناس تتابع من هو بهاج يبحثون ما يعرفونه فأنت مسك لك خط هل تريد أن أنا الآن أتكلم معك بما أني ماسك المحتوى ليس مقدم فقرة الآن بعطيك نصيحة عايض أنا أبغى التوجه هل هو عايض الأكلبي ونثبت عليه ولا بهاج ونثبت عليه بهاج نثبت بهاج إيه؟ طيب أنا الآن أنا ما هو معجبني بهاج طيب هو اختياره وأنا وافق عليه لا أنا أبغى عايض اسم إعلامي وبالعكس أنا أطالب الآن الأخوان اللي في الميديا وكذلك في حسابات القناة وفي اليوتيوب أن يعتمدوا كل المقاطع لعايض الأكلبي بهاج لا أنا أطالبهم لا 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 أنا أطالبهم أن يعتمدوا عايض الأكلبي لا لا لا, لا, لا بهاج اختيار لا لا ما أبغى لا حق الاختيار بهاج ولا بهاج الأكلبي بهاج بهاج طيب بهاج عايض أول شيء أنا ثانيا هذا الأمر الأول انتهينا منه أتمنى لك التوفيق أخوي بهاج وانا ساعتمد الاسم هذا رسميا في كل شيء لان اختيار موفق اسم مميز اسم اعلامي حتى وان كان رمزي لكن هذا الرمز ان شاء الله يكون لك توفيق بكره في السوشيال ميديا حتى في الاعلام نجم بهاج صراحه من خلينا نقول من اكثر أربعة او ثلاثة اسماء متابعات جماهيريه في البرنامج يستاهل بهاج يستاهل الطيب وتستحق هذه المتابعه انا واخواني في الفقره نحبك جدا وحزين لا 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 دقيقه وقف طيب انا احبك جدا بس خلاص يا سعود اعتقد دقيقه لا انا كنت اعتقد يا شباب ان كلمتنا واحده كلمتنا بس ما هم مشاعرنا طيب مش مشاعركم انا احبك جدا انا شفتك امس تضايقت بعد كلام عادل بن هيف عادل ليس ترى ما له علاقه بالدرجات عادل يهبد باختصار ما له حق ان يدخلك برايم انت مو برايم يا عايض الى الان البرايم يتحدد في وقت أوتسايد كلام عادل غير صحيح ونحن نقف بجوارك والله العظيم سم والله العظيم إن هزيان إن كان برايم من عادل بالنسبة لي والله إن هزيان برايم هذه مجاملة لا والله ما هي مجاملة ليش إيش المبرر أول مرة أقابله في حياتي سبحان من نزل فيه القبول رجال مقبول جدا مقبول بس أنا أقصد أنت إيش ذنبك تدخل برايم ليش يقول أنت أوتسايد أنا والله أني تقبلتها منه أشهد الله علي بعيدا عن الإعلام والسوشيال ميديا والله أني تقبلتها منه هو نعتمد أنك برايم نعتمد أنك أوتسايد نعم من عادل بن هيف عادل يتوقع نعم والله أني راضي طيب ليش أمس أنت كنت حزين أنا بس جبتك عشان أمس أنا تضايقت صراحة ما أبغاك أشوفك حزين والله ماني بحزين حتى يوم أعلن أنك فايز في التصويت ما فرحت ولا كان في رياكشن ولا في ردة فعل ولا لا والله يا أنا لا دريت أن الكاميرا علي يجيني دوخة ما عاد أعرف ما أدري يغيب بي ما عاد أدري وش أقول كيف تدري يعني الحين أنت مغيب بك لا ذا الحين لا عادي الكاميرا عليك طيب لا لان انتم ما تنادون الا نقاشات لا لا بالعكس اليوم وديه ومشكلتها مع الكاميرا ما ينفعها يا ابو عبد الله ابغاه سم عبد الله بهاج انت مبدع الله يوفقك ارحب يا ابو وانا من الناس اللي يحبك على المستوى الشخصي وما عاد اسوي الكوبر وانت مسويه صراحه لانك مبدع طيب جعل ربي طول عمرك طيب السعيد يبغاك يا بهاج ارحب يا بهاج لبيك بعيدا عن كل شيء طاقيتك من الاخر حلوه طيب بهاج يعطيك العافيه شكرا لك اتمنى لك التوفيق اتمنى من الاخوان انهم يعتمدون اسم بهاج لا عايض. اسمح عايض الاكلوبي لا احد اسمع شوف اسمح عايض على كيفه لان احنا لو اعطيناه على كيفه بيجي اللي بعده يضبط
لا لا لا, لا, لا من حق الجميع ان يطالب. لا لا شوف عايب عايب لا 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 ما له حق ما له حق لا من حقه لا من حقه كشخص يا سعيد ما حد جاء قال لي سعيد بن درعان. انا اسمي سعيد بن درعان اسمي واسم جدي. لا تقدر تقول سعيد القحطاني. سعيد دقيقه الاستاذ سعود من يسماك سعود؟ بابا يا اخي انا جيت بكره. مين يسماك سعود؟ لو بابا بكره سعاده ايش دخل؟ اسالني انا اسالني جاوب لا احذفك انا انا سعاده ايش دخل اهلي اسمك انا. طيب خلينا نوصل حاجه اسالني انا يا اسم سماك بابا. من سمى بابا؟ جدو جراند فادر. جدك بخت سالفته. انا ابغى عزيز محمد. ليش جدك يقول ايش جدي؟ ايش عند جدي؟ ولد ما تنزل جدي في فوكس. جدي ما متسابق. لا لا هذا حاجه حلو من حقه من حقه. ابغى عزيز محمد. ليش ما اسميه عايض المبتهج؟ ايوه هو يبغى بهاج. انا معجبني عايض المبتهج. طيب طيب عزيز ايش تريد يا عزيز؟ ليش ما تريد عبد العزيز؟ لا تقول عزيز. انا ما رديت عزيز. عندنا متسابق اسمه عبد العزيز. الحين اسمي عبد العزيز. انا دي عزوزه. عندنا متسابق اسمه عزيز. ايه لا اسمه عبد العزيز. عندنا عبد العزيز. اسمه عبد العزيز يا اخي ايش اجمل من موجود موجود. فلذلك وين هالايام دي كلها؟ خلنا اهدأ. ممكن تهدأ. اهدأ ما عندي مشكلة. ايش اسمه؟ عزيز. عايض المبتهج. هذا انتهينا منه. عايض ما مع العايض. يبغى ولا يروح. لا لا شوف شوف. لا مبتهج. فهد بعيان. اشوف اقدر احط لك اسم مزاجي وطقطق عليك. لا فهد. لا يا اخي. الشخص متى الانسان. متى تقدر؟ لحظة. اذا جيتك بكرة وقلت اسمي معدوف فهد. لا لحظة فهد. اسمي فهيد. قل لا اسمك فهد الكذا. الرسول لما جاء نادى يا ابا نغير ما هذه هذه في الكنى والالقاب. طيب هذا كنية. طيب كنية. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل اسم احد الا اذا كان اسمه معناه سيء. طيب لا معناه جميل. ايش معنى بهاج؟ من البهج. من البهجة. ها عز الله انا البهجات في بيشت وانا في الرياض. لا بالعكس. لا 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 صعدتها. صعدت تصعيد غير مبرر. تصعيد غير مبرر. هذا مو تصعيد غير مبرر. والله والله ان الاسم راكب. هو اللي معطيه مثاليه. اكون اكون حقاني. اكون حقاني المره الوحيده في يعني في حياتي. اليوم انتم حقانين بزياده. الحمد لله سحبتكم الى ملعبي. لا فعلا يعني ترى الاستاذ عايض. الاستاذ عايض بهاج. الاستاذ عايض من الناس من الناس في لا تقول باب كيفك. انا اسميه عايض. من الناس المميزين في الريالتي. جدا عالي. جدا مميز. وانا معجبني. انا انتظر يعني وقت مناسب حتى استخدم رياكشنه. تشمات رياكشن. تشمات؟ تشمات. اي الحياه الشليه. انت تقول لي الحين ما عنده. اي عنده مغسله. ما ادري ايش صار عليها مغسلته. ليه ما سماها مغسله؟ ما فيها صابون. احنا نسينا الاسئله. نسينا الاسئله. والله بهاج بس حياة شليه. الحياة شليه. من شغل الرجال. الرجال أكثر واحد يعجب في الجلسات. تعالي بهاج تعالي بهاج. لأن يا أخي شوف إضافة لأي جلسة بهاج صراحة. لا تقول بهاج. والله يا أخي ما تقول بهاج يضيق خاطر. أنا أحترم اختيارات كل شخص. أحترم على كيفك. يا أخي ما أنت تحترم تحترمني على احترامك أنت. لا أحترم اختيارك. أنا أحترم 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 اللي يبغى واللي ما أبغى ما أحد. هو ما له دخل في الاحترام. هو اسمه عايد الأكلبي عايد الأكلبي. يا سعيد لما تيجي تقول يا سعود لو سمحت نادني مثلاً. سعودة. لا. عطني اي اسم لك. ياسر. ما في اي دلع لك في الحياه. ما في يعني يا مدرعم. يا مدرعم. مدرعم. انت بشخصنا معي يا المسطره. يا مسطره الهندسه اللي ما حد يستخدمها. مصفوطه. ام ريالين. لما يجي ام ريالين. ولا حد يبغاها. في هذه الفقره الفاشله. يا الفرجال. الفقره هذه من افشل الفقرات في البرنامج. البرنامج كله فاشل. قفل على الطلب. طيب والله لما تقول نادني مدرعم. بناديك مدرعم عادي. لا تقول مدرعم. اهدى. انا جيت قلت تدعيني مدرعم. هو يقول ادعي بهاج. هو اللي يطلب. انا ما اطلب. فرق. يبدو انك بتروح ترفع قضية على بسطة. انت تقرب لعم خاله ابو. يا ابني شمي بهاج. لا اسمعي. طيب معنا عزيز او عزوز في الكونفشن روم. عزوز منور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. حياك الله يا عزوز. كيف الحال يا سعود؟ يا مرحبا ومسهلا. في شخص قد ارسل لي على السناب. ايوه. وقال يا عزوز. قلت ابوي سماني على قايد مطير وانتي من البارح تقولين عزوز. انتي ولا انت؟ واحد. الشخص قلت له انتي. ايه. ايه. طيب الحين قال لك انت الحين اسقطت عليه؟ لا لا لا. ها. يقول انتي نفس اسقطته على حماده يوم قال جبت لك روج. عادي عادي حركاتك تفضل كمل. صح. تفضل. ايش مشكلتك مع عزوز؟ ابوي الله يرحمه ما يحب الاسم ذا. فاللي ما يحبه ابوي انا ما احبه. وعزيز؟ عزيز عادي. وعبد العزيز عادي. طيب عزوز كان لك مقطع انفعال في طبعا انفعالات كثيره مره عزوز. يعني يمكن 6-7 انفعالات صاير اليومين. حساس ما ادري ايش سالفتك. رهيف. بعيدا عن غياباتك عن البث الطويله وبعيدا عن توقع فهد معيان فيه جوالات. تمام. انفعالاتك صارت
كثيره مره عزوز على الشاشه. خلونا نشوف احد طيب الانفعالات ونرجع. اسمح لي بس. طيب نشوف الانفعال ونرجع لك. يلا. صفيت بالطبول حق الروج ذاك؟ الا اذا جينا الصبح. ما يوم اللي شريته لك ما صفيت مره ثانيه. هاوو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 
ايه عطر السلطه تكل عافيه عزيز قم وقاعد اعيش شيء انا ما احبه. انا انسان ضايع في سماء المجامله، ما احب وضعت في مكان ليس بمكاني. لا الزمان الزمان وزماني والمكان الزمان زمانك والمكان مكانك، ولا زعلان ولا روج ولا رسائل ما تبي تقراها. ايش وضعك؟ هل انت في حرب داخليه في المنتجع يا عزيز؟ لا بالعكس. هل وضعك زي وضع ثامر مدعث؟ سم هل انت متأزم زي ثامر مدعث؟ لا ان شاء الله ما حد متأزم هنا ابو معيان. عجل لكن معليش انتوا اعطيتوني كذا حاجه برد على حبه يلا. اول حاجه الاسم توك اول يا سعود تقول للمتسابق لها حقيه اختيار الاسم. وانا اخترت عزيز وانت تقول لي عزوز، فهذا بحد ذاته تناقض وما يصير. اي تتشابه حروف. انا عندي مشكله مع حرف الياء، الخبط فيه عزوز. انا الخبط انا ودي بس الخبط. لخبطت مره ثانيه. طيب عزيز كويس مسامح. طيب سامح عزوز. طيب يلا عطنا الاجابه على السؤال. الحين طيب وش جاوبت على الاول؟ الثاني وش هو؟ انفعالاتك مقطع الروج تصعيد غير مبرر في السالفه. هذا ابو عبد الله ولا يهنون الربع مزحه. وحتى قبلها انتوا ليه ما حطيتوا لايقه يا عزوز؟ ما حطيتوا انتوا المقطع كامل. اي صح. قبلها سالني حماده هل انت صفيت من للروج هذا انك شريته لاحد؟ انا قلت لا تقوله، من باب انك لا تفتح على انفسنا باب مقفل. يعني ما هو مزح؟ لا تفتح لي باب. لا مزح. وقلت يا ولد انتبه. كيف يا اخي لك يا جماعه الخير؟ اهدى الحين. هو ابو عبد الله عنده مشكله مع البيز بس اهدى. هو يقص هنا ويقص هنا. اثبت يا مخرج. كيف الان تقول انه مزح ده الحين؟ قبل شوي تقول لا تفتح لي باب مقفل. ايش الباب المقفل؟ المزح ما يفتح باب مقفله؟ لا بالعكس. اذا كانت القلوب صافيه لا صافيه جدا. وما هي صافيه ما لقيتني اسولف معها اليوم. لا ما هي صافيه بس مو بالطريقه ذي التصعيد يا عزيز. عبد الله الروقي مايك طافي لا يخصم عليه. يا حبيبنا صدق والله. يا حبيبنا يا عزوز. لبيه يا عبود. موقفك مع ما في 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 مبادره احمد رحيم والرساله اللي جاتك والرسالتين اللي ما قريتها ما يوحي ابدا ان النفوس زينه. وانت منفعل واتهمت بالتصنع واعترفت بهذا الشيء. شوف التصنع المحمود مطلوب ترى. طيب هل انت تصنع المجامله الان في الايام هذه؟ المجامله العالم الجامل مثل ما احنا مجاملين نفس واجد ومجاملين فقرات. لا ما انت ملزوم انك تجامل يا عزوز. بالعكس ما انت ملزوم ابدا يا عبد العزيز. هل عبد العزيز؟ هلا الله يحفظك. امين. اول شيء صبحك الله بالخير. والنور اسرع. الامر الثاني انا اكتشفت من فحوى المقاطع اللي شفتها وكلامك الان ان عندك محتوى جمل بس غير مرتبه نهائيا. ممكن هبد. نعم هبد وعند الله خبره. يعني يقول على الكرسي المصدي ذاك يقول ايش يقول؟ يقول انا وضعت في مكان ليس مكاني. وشوي يقول الزمان زماني والمكان مكاني. ركبها. لا انت عندك مشكله بس سمع. قلت المكان في دير. المكان والله انا في ديره وانك في ديره. وتقول لا تفتح لي المكان مو مكاني. قلت وتقول مد حماده قفل تقول لا تفتح باب بيني وبينك يا رجل. ركز انت الان في مزح ولا ما في مزح؟ دليل ان في خاطرك شيء على خويك. الهبد عندي ولا عند سعيد؟ الهبد والله انه عندك. انا قلت المكان مو مكاني ما قلت مكاني. طيب ارجع اسمع وناقش. ايوه المكان ما هو مكاني. وبعده وش قلت؟ وش قلت؟ انت هذا اللي عارض المقطع. انت اللي عارض. طيب انت وش قلت بعدها؟ ما قلت حاجه. تقول المكان مكاني والزمان زماني. لا قلت الزمان زماني والمكان مو مكاني. فعلا والله ان المكان ما هو مكاني. والله ما هو مكانك وانت صادق صح. حلو. لان المفترض تكون من السته اللي طلعوا. اي والله على الغيابات اللي تغيبها وعلى التاخرات اللي تاخرها يا عزيز. المفترض انك مو موجود في البرنامج. المفترض انت من ضمن السته اللي غادروا. حلو طريت التاخير بس بقول حاجه. انا التاخير اتاخر بس ما هو واجد. 8:30 يا عزيز ما اخذت المايك. لا تعبان ولا 8:30 ما اخذت المايك. اسمح لي دامك مركب الربيز اسال محمد عيسى قل عبد العزيز استاذن منك ولا لا لاني تعبان. تعبان من ايش؟ تعبان مصدع وحراره من المكيف. ما استاذنت من محمد عيسى يقول ما استاذن مني.
اليوم استاذن منه انا. يقول ما استاذن مني، ومرسل يقول ما استاذن، وهو اللي مرسل لي المقطع محمد عيسى. لو استاذن ما ذكرنا اسمه. زين زين والله العلي العظيم اني مستاذن. سم بدون ما تعرف، بدون ما تعرف. يمكن تصنعت الاستئذان. نجيب محمد عيسى يحلف بعد انك استاذنت منه بدون ما تعرف. محمد عيسى يقول ما استاذنت مني الا قبل شوي الساعه 8 ما استاذنت. خليك دقيق يا عزيز. لا لا مو اذا غلبت الروم جيت تقول انا مستاذن. ابو عبد الله انا ماني ملزوم بعض الناس تصدق، لكن عندي ناس ببالي بهم تصدق. ناس ببالك كيف؟ في ناس ببالي بها اشياء كثيره عندك رمزيه يا عزيز. اول شيء فتح ابواب مع زملائك، ذبات في غير محلها، ردود منفعله. عزوز هذا من اسلوب المزح يا ابو عبد الله. لا مو مزح والله بالعكس. عزوز خلاصه الكلام، انت ظهورك اليومين اللي طافت غير موفق جدا وسيء. تعليق بسيط الله يرحمه، وانفعالاتك غير مبرره ابدا. تعليق بسيط. سم مثل اسم الله عدوك، مثل فهد معيان اول وصف سعيد بالغباء. هل انه غبي؟ مالك مزح، مالك شو؟ لا 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 مزح مثل ما احنا. انا وفهد معيان بيني وبينه لحظه ومنتهي دقيقه اسعد، منتهي من الموضوع هذا. لكن انت ليش ما تقبلت المس من حماده؟ لا كلنا متقبلين. ها هو يعني هو يبي يمزح انا ما امزح؟ كلنا ليه تقول لا تفتح علي باب؟ لا ردك غير لايق على الشاشه. طيب فهد معك يا عزيز. سم يا اخي انا ابغى اسالك سؤال. لبيه الله يلبيك ويرحم والدينا ووالدك. السؤال هذا عشان نكون واضحين، اذا اجبت عليه بنستنبط منه سؤال اخر. حلو. واضح واضح واضح. هل بينك وبين زملائك اي حساسيه؟ نهائيه. ها نهائيه ما في مره. طيب فسر لي تلك الاسئله التي وصلت في الاوراق اللي في فقره احمد رحيم. يعني تبي اقول لك السؤال اللي انا ما ابيه يطلع؟ لا لا انا فسر لي اذا ما كان بينك وبينهم حساسيه فمن كتب تلك الاسئله؟ اعرضها. هذه لو ندري ان مين اللي كتبها ما طلعت الفقره بالشيء اللي احنا نبيه، لكن الفقره انه تجي رسائل جريئه وممكن تكون. يا عبد العزيز الله يرضى عليك خلصنا. ما اجبتني. لا ما اجبتني على السؤال. الان انت تقول ما بيني وبين احد مشكله. ايه؟ ولا بيني وبين احد حزازيه. صح. ولا فيه احد في يعني انا شايل عليه. صح صح ممتاز. ليش ما دام كذا ليش الناس كتبت هذاك الكلام اللي انت ما حبيت تعرضه؟ ليه؟ لانه شيء خاص فيني وانا ما ابي اظهره، ولا ما في ان شاء الله شيء مو بزين. الا انت تقول هذا كلام ما يظهر. ايش يعني؟ ايه كلام انا كل شيء يظهر للشاشه. انت تقول لو يملك الشجاعه يا عزوز. انت تقول لو يملك الشجاعه قالها بوجهي مو قدام الكاميرا. طيب يعني 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 السؤال فيه دق وفيه شيء ما هو بزين. يا اخي بعطيك مثال يا فهد ولا يهنون الربع. أبعطيك مثال، هل كل شيء تسويه أنت تعرض للكاميرا؟ يا أخي ما هو بسؤالي. يا الله يرضى عليك يا ابن الحلال. لا هو كلامه يبي يحرجني. الله يوفقك يا عبد العزيز. يبي يحرجني، يبيني أقول حاجة، يبيني أقول حاجة بالكاميرا. السؤال ممكن تجاوب على قد السؤال. الآن أنا سألتك يا صديقي، قلت لك بينك وبين زملائك شيء، قلت لي لا. صح. وذاك اليوم أنت شفت الورقة وقفلتها وقلت لو هو يملك الشجاعة جاء قال لها في جاء قال هذا السؤال في وجهي. إي حلو. ما يخليك تقول هذا الكلام إلا أحد أمرين، اما انه قدح فيك او انه ذكر مشكله بينك وبيني. بالعكس. طيب خليني اعطيك احتمال ثاني. يعني ممكن تجي عند عبد الله الروقي معذره، ممكن ارسل لك يا عزيز انا رجل معجب فيك واحبك في الله وهكذا وانت مميز، وتقول لو انه يملك الشجاعه جا قالها في اللي في وجهي. لا ما بتقول. حتى عزوز ما يملك الشجاعه. تملك الشجاعه تعرضها يا عزوز؟ لا يا عبودي لا. طيب اجبني، ابغاه يجاوبني يا عبد الله. الله يوفقك، اجبني اول. فهد انت في احتمال ثالث ما حطيته. ايش هو؟ اللي هو اللي صار نفسه. ها الرجال كاتب حاجه انا ما ابيها تظهر للكاميرات لكن ابيها تظهر للشباب وعادي وتظهر لك. دخل الشجاعه في الموضوع. الشجاعه انه يبي ينكبني، يبيني اقول حاجه ما تنقال. ما لها دخل الشجاعه. ما لها دخل. الا بالعكس بدلها واحد يجي يقول الشفافيه. الفقره يا عبد العزيز، الشجاعه تجي في 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 لحظه واحده فقط ان الرجل اخطا عليك. ممكن اكمل يا جماعه الخير؟ لا لا الشجاعه تحتاج اشياء كثيره يا عبد العزيز. يا عبد العزيز الشجاعه الحقيقيه ان تعترف ان ترى انا ما هو بلازم اكون محبوب عند 23 رجال. هذه هي الشجاعه الحقيقيه. صح. الشجاعه الحقيقيه يا عبد العزيز ان يكون ظاهرك وباطنك سواء. ما هو تطلع لي هنا في غرفة التواصل وتدعي إن ما بينك وبين أحد شيء وإنك أنت زملائك على قلب رجل واحد، ثم نتفاجأ بكم في فقرة بسيطة صنعها أحد زملائكم تتلاقطون. هذه ضد الشجاعة. أنا يا فهد محمد ابن معيان أنا مع التناقضات، وأرى أن الرجل البشري متناقض في طبيعته. اللي تسويها أنت ما هو بتناقض، اللي تسويها أنت نقيض الشجاعة، ادعاء الشجاعة.
غلط. انا لو اني محلك انا احدى امرين، اما اني سكرت الورقه وحطيتها في جيبي وقلت انا اعتذر عن اجابه على هذا الكلام بدون تعليق وسكت عشان الناس ما تدري ايش في هذا الكلام، ولا اني اقراها واجيبه عادي. لكن اما اني اقراها ثم اقول لو انه شجاع كان جاني، هذا دليل ان الرجل اللي ارسل لك الكلام هذا شجاع لك شيء كثير وانه ما يحبك. لا طبيعي، انا يا فهد، ما انا يا فهد اللي في القناه كلهم ما يحبوني طبيعي. لا انا احبك بعد. لا وصحيح اللي في القناه كلهم ما كلهم يحبوني. لا ليش اروح ادعي ان الناس كلها تحبك وكلنا احنا يا متسابقين قلوبنا يا بعض. عزيز حدث العاقل بما يعقل، الله سبحانه وتعالى ما شفناه بس بالعقل عرفناه. كيف يحبونك يا عزيز وهم مرسلين لك كلام زي كذا؟ انت عرضت الكلام. الكلام تسمح لي اقوله، تحمل الخطا انت. اي تفضل تحمل الخطا. اي اي تحمل الخطا. تحمل ام الخطا. طيب يلا لا والله ما اقدر. ليه؟ شفت ما اقدر. لا تمتلك انت الشجاعه. انت والله دي ما اقدر. انت قال الحماده انا شاريك الروج يا عبد العزيز. لا لا هذه كلمه لا تليق انك انت كشخص ظاهر على التلفزيون تطلع منك. طيب عبد العزيز هلا، كيف صدرت من زميلك؟ كيف كيف صدرت من زميلك؟ لانه يبي يحرجني قدام الكاميرا. كيف يحرج؟ ما يحبك عبد العزيز. انا عبد العزيز اسمحوا لي، تسمحوا لي ابلغ محمد عيسى يقول لكم في الربيز وش ما ما احتاج ما احتاج. لا اذا ما انا ما لو انك ما تحتاجها ما جبت ما جبتني هنا. عزيز 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 لا اريد اي تواصل معي متسابق تحت الهواء، احنا تواصلنا مع الجميع عبر الشاشه وقدام الناس. لا لا ما عندنا شيء نخفيه. الشيء الثاني عزيز، انا عندي امرين وقفل المحور معك وانهيها. المحور الاول، انت قلت قبل شوي يعني قال لك انك الحين حاجيت الشباب لما تقول نقطه ان مزح فهد معيام مع سعيد لما قال يا الغبي، هذه كلمة دارجة وعادية ونقول أحيانا طقطق. لكن دقيقة، مسألة أنك تتهم خويك أنك تشتري له روج، هذه مو مثل غبي. التأنيث هذا تأنيث وأمر سيء جدا، وما كان في ملامح مزح. فهد كان يمزح ويضحك وطقطق. النقطة الثانية عشان أقفل فهد، النقطة الثانية نقطة 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 عشان جاوب. لا أنا سمعت منك ما أحتاج إجابتك. النقطة الثانية، كنت تقول احنا نحتاج ننجح الفقره، هل اللي سويته يا عزيز هو شو عشان تنجح الفقره؟ عشان ما افهم غلط، لان هذا الواضح انه شو. اي هو معترف بعد اي فقره نجح الفقره. انا يوم اقول التانيث يا صديقي هذا لا يعني الاناث فيهم شيء، لكن العرب عندها معيب انك تذكر تذكر المؤنث وتؤنث. هو عنده مشكله من يعني عيب البنت تقول مش جيده ان البنت تقول زين انت رجل بس او الرجل يقول للرجل. لا لا هو متعود حتى في السناب ردود يقول انت على الرجل عادي يعني، ويقول لزميله اشتري لك روج. الروج ما يحطونها رجال يا عزيز. زين فما يليق انك تقول لزميلك على الشاشه. ارد بنص دقيقه سم، ارد بنص دقيقه سم الله عدوك. خذ راحتك ابد. الروج اليمني شريته الشخص مو شرط انه يستخدمه. اجل وشو؟ وش بابه؟ لا يكتب لك ريات يعطيه لازم ثاني يكتب لك ريات. ايه لا انت لا تلف الامور وتبي تسبب حساسيات ومشاكل. يعني بكره نشتري لك شباصات يا عزيز؟ اليمن عزيز بكره نشتري لك شباصات؟ مو لك شباصات بعطيها بنت صغيره. طيب خلاص شكرا عزيز. الحساسيات موجوده ما حد يتكلم. انت تبغى تحطون حساسيات ولا تكذبون. شكرا عزيز الله يعطيك العافيه. شكرا لك. تعليقك سعيد على المداخله؟ أو يقول له أنت تبون سبون حساسيات، والحساسيات جلية واضحة أمام الأعين. الرجل ما يتقبل من أحد شيء، إنه يدعون الخوة فقط مسمى أنفحن أخويا. ولا أنا أبغى فلان يمزح معي، أنا أبغى فهد يمزح معي، وسعود بالله لا تمزح معي. ما في ولا ما جاوا قدام شيء قالوا لا إحنا أخويا على قلب رجل واحد. هذا كلام، هذا بيع كلام. الآن الآن هو قال أنا راح أقول الكلام هذا وتحمل يا فهد معي المسؤولية. إيش قلت؟ إيش دخل فهد معي؟ أنا إيش قلت؟ قلتها قلت تقول هذا تحمل. أنت شجاع. الحين سؤال فهد، إيش دخل كلام خويه في أنك أنت تتحمله؟ يقول ما يصلح للشاشة بتتحمل يا فهد معي. قلت أنا أنا مسؤول. يلا قول أبو عبد الله. السؤال الآن يا زملائي، اللي اكتشفته أنا من هذه اللقاء إن التنظير هنا أو أمام الشاشة نحن على قلب رجل واحد غير منطقي. هو منطقيا غلط، ما تجي منطقيا ما تجي، لأنها لو هي صحيحة ما كتبوا لك زملائك هذاك الكلام اللي أنت لازلت معترض على عرضه إلى يوم الناس. هذا الكلام هذا تدري الكلام هذا وشو؟ الكلام هذا وطع على جرح له وضامه جدا. نعم جدا. لكن المهم أن ما ودنا نحن صرفناه، نحن صرفنا رجل غير جملة غير مرتبة وكلامه غير مرتب. مو قال انا هبت قال عزوز او عزيز مثل ما يحب يسمي، ما توفق في المداخله ابدا ولا توفق في الردود، وظهر ظهور سيء في المداخله اكثر من ظهور سيء في الرياليتي. راجع نفسك يا عبد العزيز. شادها ولكن تمنينا لا نحتاج احد. بكره يدخل معنا ثامر داخل الكونفشن روم، ما نحتاج ثامر اليوم ما في وقت. لا لا عشان تعرف ممكن نقاطعه ويفصل علينا بعد عشان كذا نقاطع من البدايه. طيب اليوم كان فيه يا عبد الله فور كومبارس فقره جديده.
من تقديم الأستاذ وليد قشران، كانت الفقرة مخصصة لمن هم أسوأ تمثيلا في العرض الأخير. كانت الفقرة بمثل العقوبة، من يخسر في هذه الفقرة يجلس لمدة 24 ساعة في المكان اللي هو مخصص لفقرة فور كومبارس، بيأخذون معنا الشباب تو وندون. الفقرة مميزة الفقرة مميزة واستكمالية يا أبو عبد الله للعرض الأخير. توفق وليد اليوم في الظهور الأول، والشباب كانوا في الرياليتي عالي جدا معه، الشباب اللي كانوا مع وليد. يعني حبيت تفاصيل الفقرة ودرجاتها والتحديات اللي كانت بينهم، نفوسهم زينة وعشان تستمر دائم، وفقرة مشوقة جدا ولا انتهت إلى الآن يا أبو عبد الله. الفقرة بيتك سعيد، ايش رأيك في فور كومبارس؟ فقرة جدا، أنا في البدايات يعني كنت خايف منها، فكرة جديدة و على برامج الواقع، ولكن فعلا يعني انا الى الان انا اقول الشخص المناسب في المكان المناسب اللي هو وليد قشر فعلا، والفقره كانت جدا جدا جميله ومفهومه. على بساطه التفاصيل يا ابو عبد الله، وانت تشكر ترى حقيقه على طيب مشاركه في الموضوع. اشكركم شباب، بيض الله وجهكم. حلقه ان شاء الله كانت مميزه وممتعه، تفاصيل جميله وجلسات رائعه واناشيد جماعيه ممتعه، جلسات لن تنسى وستبقى في ذاكرتهم كثيرا وذاكرتنا، ونقولها دائما ونرددها دائما سكربت الافضل. نشوفكم ان شاء الله بكره. لا هذه غيرها يا بابا. وين المبدع بذاته وبحضوره وبصفاته، وجاي يطور حياته دائما سكربت الافضل، دائما سكربت الافضل، دائما سكربت الافضل.